فقرتنا مهمة جدا للي يطلعون دواماتهم الصبح ويرجعون الظهر، أكيد مثل ما تشوفون الأجواء جدا حارة وممكن إنهم يصابون بالإجهاد الحراري وما يعرفون شنو هي أعراض الإجهاد الحراري. بتكلمنا عن أعراض الإجهاد الحراري الدكتورة شيخة محمد الفجام، اختصاصي صحة مهنية. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة شيخة. هلا والله، حياك الله منورتنا، واحنا نحرص ان يكون عندنا مثل هذه الفقرات والضيوف اللي ينصحون الشباب عن صحتهم ويهتمون فيها بشكل عام. ما الحين الاجواء حاره مثل ما قالت زميلتي ريم، يمكن بعض الشباب والبنات ما يعرفون شنو هو الاجهاد الحراري، فخلينا نتكلم عنه وشنو اعراضه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا احب اشكركم للتطرق لهذا الموضوع، لان الكويت بشكل عام هي دوله حاره. صحيح. وفي الاونه الاخيره بدات درجات الحراره توصل الى مستويات غير مسبوقه، يعني في السنوات اللي طافت. والاجهاد الحراري موضوع وايد مهم، لان افضل وسيله لعلاجه هو الوقايه منه، والوقايه تكون عن طريق نشر الوعي يعني والاعلام جزء مهم منه في انه يعرف الناس شنو هو الاجهاد الحراري. فعلا عشان نفهم الاجهاد الحراري، بس لو تعطوني شوي دقائق اتكلم انه شلون جسم الانسان يحاول يحافظ على درجه حراره ثابته على 37 درجة سيليزية. أوكي. يعني بلس ماينس 0.5. مثل ما في عندنا أي جهاز فيه ثرموستات، مثلا أنت تضبطه على درجة حرارة معينة وحاول يحافظك على الحرارة، الله سبحانه وتعالى خلق في جسمنا جهاز أو سنتر في المخ عندنا اسمه تحت المهاد. هذا العضو يحاول أو السنتر يحاول أنه يحافظ على درجة حرارة عندنا ب 37 درجة سيليزية. لما جسم الانسان يكتسب حراره سواء من مصادر خارجيه، مثلا من وجود شمس او وجود مثلا فرن يبعث الحراره والجسم قاعد يكتسب الحراره، او اذا كانت الحراره ناتجه من الاجهاد العضلي، لما احنا نسوي تمارين في حراره تطلع من داخل الجسم نفسه. فالحراره هذه سواء المكتسبه من الخارج او من الداخل تؤدي الى رفع درجه حراره الجسم، وهذا الشيء يحس فيه ما تحت المهاد ويبتدي يعطي اشارات حق الجسم ان احنا لازم نخفض درجه الحراره ما تتعدى 37 او 37.5. فيعطي اشارات للاوعيه الدمويه انها تتوسع علشان كميه الدم اللي تدفق فيها تكون اكثر. اوعيه دمويه موجوده في البشره، لان الدم لما يوصل عند البشره تبتدي الحراره تطلع لبرا. والشيء الثاني يعطي اشارات للغدد السويتنج جلاند عشان يبتدي التعرق. التعرق هو ماء وملح. التعرق بحد ذاته مو غير مفيد الا اذا تبخر، لما يتبخر ايضا ياخذ الحراره معه. عشان كذي احنا يصير لونه يعني وردي لما يكون الحراره شديده، لان الاويه الدمويه قاعده تتمدد اللي في البشره. الحين هذا كل الجهود قاعد يقوم فيها ما تحت المهاد علشان يفقد الحراره ويصير في هناك توازن ما بين الحراره اكتسبناها والحراره قاعد نفقدها. لكن اذا حصل انه بالرغم من هذه الجهود ظلت الحراره المكتسبه سواء من الشمس او من المجهود الحركي اكبر من اللي قاعد نفقدها، هني تبتدي اعراض الاجهاد الحراري تظهر في جسم الانسان. حلو. شنو اعراضها؟ الاعراض الاجهاد الحراري يضمن ضيف من الاعراض تبتدي بشيء بسيط وتنتهي بضربه الشمس. الاعراض الاولى هي حركات او تقلصات عضليه لا اراديه تكون في خاصه منطقه البطن في الساق. هذه اذا ما انتبه لها الواحد وظل مثلا يقوم بالمجهود العضلي او ما ابتعد عن مصدر الحراره سواء من فرن او شمس يبتدي تظهر فيه اعراض اكثر. والاعراض هذه ناتجه من شنو؟ لانه هو قاعد يعرق بزياده والجسم قاعد يحاول، فقاعد يفقد ماء ويفقد ملح. فيصير عنده الاحساس بالضعف، يصير عنده دوخه، صداع لانه قاعد يفقد ماء وملح، غثيان، لوعه، ممكن نبتدي ترجيع، احيانا يكون مثلا في اسهال. اذا ما ايضا يعني ما استجاب حق الاعراض هذه بالطرق الصح بتصير معه ضربه الشمس. ضربه الشمس يعني خلاص التعرق يوقف، هو يكون خلاص وصل الى اقصى حد تعب، مثل يقول شت داون حق السيستم. فالتعرق يوقف، تبتدي درجه حراره الجسم تزيد وايد، تصير 40 درجه سيليزيه واكثر. الاعضاء الداخليه تبتدي تتاثر، يصير فيها فشل بشكل عام سواء الكلى، الكبد، المخ، لان الله سبحانه وتعالى خلقهم انهم يشتغلون في درجه حراره 37، بس لما تزيد اكثر من كذي يصير مثل خلاص قاعده تنشوي يعني، فتصير مثل خلاص تفشل هالاعضاء هذه. عشان كذي لابد ان نتعرف على الاعراض من البدايه ونتصرف بالشكل الصح قبل لا نوصل الى الضربه، ضربه الشمس، لان هذه حاله تعتبر من حاله طارئه واللي تقريبا 50% منهم يفقدون حياتهم في المرحله.
فهذه أعراض الإجهاد الحراري بشكل عام يعني. أوكي دكتورة شيخة، إحنا في بعض الأحيان نعاني من رطوبة شديدة جدا مع حرارة مثل ما صار لنا قبل كم يوم، هل هذه الرطوبة مع الحرارة تزيد من الإجهاد الحراري أو إنها تسبب الإجهاد الحراري؟ وجود الرطوبة راح يخلي عملية التعرق وايد صعب. زين، وإذا فشلت عملية التعرق اللي تعتبر أصلا وسيلة أساسية إن أنا أتخلص من الحرارة، تصير نسبة خطورة إن أنا يصير معي إجهاد حراري أكثر. أكثر. ممتاز، خلينا نتكلم عن فئة الناس اللي هم لهم قابلية أكثر إن تصيبهم يصابون بالإجهاد الحراري. هل في فئة معينة ولا لا أي شخص ممكن يحوشه؟ هو أي شخص ممكن يصير معه إجهاد حراري، لكن في هناك فئات تكون قابليتهم للإجهاد الحراري أكثر من غيرهم. أول شيء العمر يلعب دور، يعني الأطفال الرضع والأطفال الأقل من 4 سنين يكون لهم نسبة الخطورة أن يكون عندهم إجهاد حراري أكثر، لأن عملية التنظيم الحراري اللي أنا شرحتها للحين ما تكونت بشكل صحيح. نفس الشاب ما اكتملت. والناس الكبار في السن اللي أكثر من 65 سنة راح يكون عندهم فعالية النظام هذا أيضا أقل كفاءة، يعني هو عموما بعد 40 سنة تبتدي كفاءة الأجهزة بشكل عام تقل يعني. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض الضغط، السكر، الأمراض في القلب، الأمراض في الكلى، راح يكون عندهم صعوبة في التكيف مع الحرارة أكثر من غيرهم. الناس اللي تاخذ أدوية معينة خاصة الأدوية اللي تدر البول، هذا راح يكون عندهم مشكلة لأن دار البول راح يصير عندهم كمية الماء في جسمهم أقل، وبالتالي كمية التعرق راح تكون أقل من غيرهم، فيكونوا معرضين أكثر للإجهاد الحراري. السمنة تلعب دور أيضا. الشخص السمين يحتفظ بالحرارة أكثر من غيره، قد يكون أحد الأسباب أن طبقة الدهن تحت الجلد تكون سميكة، وبالتالي راح تتدخل في عملية التخلص من الحرارة لما الدم يدفق إلى الشرايين. الناس اللي تنتقل من بيئة شديدة البرودة، خلينا نقول بيئة باردة، إلى بيئة حارة بشكل مفاجئ دون يكون هناك في تدريج، خلينا نقول مثلا واحد طول عمره عايش في صحيح. أوروبا ويفتح بجو الكويت ما يقدر. هذا يكون معرض للإجهاد الحراري أكثر، لأن أنا بحكم مثلا عيشتي هنا يكون جسمي مثلا لا القدرة أنه يفرز عرق، خلينا نقول مثلا دكتور لو صار العكس 2 لتر مثلا هو جلده يتحمل مثلا متعود أنه يفرز بس لتر واحد، فلما تجيبه هنا راح يفرز هالتر الخاص ما يقدر اكثر من كذي، عكسي انا اللي انا ممكن لو العكس انا من دوله حاره من الكويت رحت دوله اوروبيه بارده وعشت هناك فتره طويله، هل راح يتاثر الجسم؟ يعني الواحد يتكيف الجسم ولا لا؟ هذه ما فيها مشكله، لانك انت راح ممكن تلبس وتدفي نفسك يعني. لكن التاقلم هو دائما يكون هو من جو البارد للجو الحار، لان انت تبي الجسم يتعود انه يفرز كميه اكبر من الماء اثناء التعرق ويحتفظ بالملح، لان يعني هو شوي العملية معقدة، هو الشخص اللي مو متعود الجسم ما راح يكون لحم يعني مثل مصدوم شيء جديد عليه، فحتى الملح ما يقدر يتحكم فيه، يطلع وايد ملح مع العرق، فيدش في الإجهاد الحراري أكثر من الشخص اللي متعود على البيئة الحارة. فهذول هذه النقطة وايد مهمة حق العمال اللي يون الكويت يشتغلون، إن إذا كان هو جاي من بيئة باردة أو بيئة معتدلة لازم يتم يواجه صعوبة، لازم بالتدريج يشتغل في بيئتنا. يعني في اليوم الأول مثلا ساعتين، أو في الأسبوع الأول ساعتين، شوي شوي نزيد لحد ما جسمه خلاص يبتدي يتأقلم. هذا طبعا يطلب المسؤولين يراعون هذا الشيء حق الموظفين نفسهم اللي هم يجون، أو أي شخص يعني راح يعيش بالكويت، أو صحيح. يعني حتى لو هو جاي من نفسه هو يراعي هذا الشيء ويهتم بصحته. إيه فعلا. وهو أيضا من الفئات اللي هم العمال نفسهم يكونون أكثر معرضين منه، اللي يشتغلون في الـ في الـ في الخارج صحيح. أو اللي هو طبيعة عمله تقتضي منه أن يقعد يم فرن. لأن عندنا مصانع بحكم أنا أشتغل في منطقة الشعيبة، يعني وايد شفت مصانع يكون فيها أفران كبيرة صحيح. فهذول العمال اللي مضطر انه يقعد يمها الفرن في درجه حراره عاليه صحيح. يكون اكثر عرضه انه يكون عنده اصابه بالاجهاد الحراري اكثر من الان اشتغل في عمل مكتبي وداخل مركز مكيف. فعلا يعني نفس ما ذكرتي ان احنا كل يوم مثلا معرضين لهذا الشيء، وخصوصا ان احنا نطلع من مكان بارد الى مكان حار، ومن الحار الى البارد، فهذا هم اتوقع انه يزيد العمليه. انزين دكتوره، ما هي الطرق الوقائيه للمحافظه على حراره الجسم؟ الأهم شيء اللي هو شرب الماء، إن الواحد يعني يشرب الماء بكميات كافية لما يشوف إن الجو حار. ودي أذكر نقطة هني، إن في شيء بسيط ممكن واحد يأكد إن جسمه ما أخذ كفايته من الماء، عفواً هو نظر إلى لون البول. إذا كان مركز معناته إن أنا لا فيني حالة جفاف،
فلازم أزيد من كمية الماي الموجودة في جسمي. كل ما خف اللون كل ما كان أفضل. كل ما كان أفضل. ودي أذكر نقطة أيضاً، إحنا نص يعني ننصح بشرب الماي، لكن في بعض المرضى اللي مثلاً يكون عنده جسمه قاعد يجمع الماي لمثلاً لمشاكل في القلب أو مشاكل في الكلى، إنه يلتزم بتعليمات طبيب المباشر، لأن ساعات يقولون لهم إن كميات الماي تكون محددة. فيعني انه يلتزم بتعليماته حتى واحنا قاعد نقول لازم يشرب ماي. الشيء الثاني انه لما يطلع يلبس ملابس تكون فاتحه اللون، ملابس وسيعه، يلبس الكاب عشان يبعد عن الحراره يعني الشمس عن وجهه او عن جلده. في نصائح خاصه للي يقومون بالعمليات بالرياضه، انه مثلا يحاول كثر المكان يكون داخل مثلا داخل جيم او داخل مولات. الحين وايد ناس تروح المولات تمشي هناك. كميه الماء يشربها لازم تكون اكثر من الانسان العادي، لانه قاعد يقوم بمجهود وبالتالي قاعد يعني هو يولد حراره داخليه. ففي هناك برنامج حقهم مثلا لازم يشرب نص لتر قبل الرياضه بساعتين وقبل الرياضه بنص ساعه واثناء الرياضه كل 20 دقيقه، يعني لازم يحط بباله هذا الشيء علشان ما يصير عنده مجهود للجهاز الحراري. طبعا العمال النصايح لهم وايد، بس أمانة لازم هي الإدارة نفسها اللي تهتم بالعامل. صحيح. إنه مثلاً تحاول الشغل تخليه في الأوقات اللي ما يكون فيها درجة حرارة عالية. وعموماً صدر القانون إحنا عندنا إنه من الساعة 11 لساعة 4 ما يكون في شغل. صحيح. الشيء الثاني إنه يعطونهم فترات راحة أكبر. إذا في مجال إنه مثلاً هذا العمل ممكن يأدون عن طريق ماكينة، يبون ماكينة بدل ما إن الإنسان يقوم بمجهود طبعًا. في وجود هالحرارة العالية تكون أفضل. خصوصا عندنا بالكويت يعني درجه الحراره وايد عاليه، وفي عمال تلقاهم يعني قاعد يسوون مباني وحاليا في مشاريع فعلا حتى ما في مظله عليهم او شيء، وتلقاهم من الصبح لين ما تغيب الشمس وهم على هذه الشمس على هذه الحراره. يعطيهم العافيه والله. كلامك صح، حاليا مع وجود مشاريع والجسور هذه راح نلقى منهم وايد يشتغلون، بس انا لاحظهم الحين قاعد يشتغلون بالليل اكثر يعني صحيح. عشان يتفادون الحر. المفروض ان الاداره توفر لهم مكان يكون مظلل. الماي لازم يتوفر كل يوم بشكل كافي وفريش. مو بس يوفرون الماء، لازم هم يدربون عمالهم ان هم يشربون الماء، ان هذا الماء موجود لهم وما ينسون روحهم في الشغل. والشيء الاهم انه يوفرون لهم مشرف يتابعهم. والمشرف هذا لازم يكون ملم باعراض الاجهاد الحراري. عشان اذا شاف واحد او اشتكى لعامل ان انا والله حاسس بالم في ساقي او في بطني، انه بيقول اوكي ممكن هذا الشخص بادي معاه اجهاد حراري، فلازم على طول يوديه المنطقه المظلله اللي فيها ظلال، يبتدي يعطي ماي ويبتدي معاه يعني اجراءات بسيطه بس طيب. انها يعني نتفادى منها انه يوصل لضربه الشمس. طبعا يعني دكتور هذا ياخذنا يعني الموضوع رساله لكل المسؤولين عن العمال او اي شخص قاعد يشتغل في منطقه حاره ما فيها يعني خلينا نقول تكييف او مكان يقدر ياخذ فيه بريك يرتاح، وقاعد يشتغل فيه تحت اشعه الشمس. يعني حتى حق الشباب قاعد نقول لهم حمدوا ربكم لا تحلطموا ان الشمس حاره وحاره، على الاقل انتم قاعد تقعدون في مكان تكييف. شوفوا غيركم قولوا الحمد لله، ويعطيهم العافيه جميعا كلهم اللي قاعد يشتغلون عشان نشوف الكويت مستقبل جميله وتتم حلوه. لكن ناخذنا سؤال، اذا هذا العامل او الشاب بشكل عام صار فيه الاجهاد الحراري وما اكتشف انه هو فيه اجهاد حراري الا بعد فتره طويله، وهل تصير مضاعفات يعني غايه ما هو يكتشف انه فيه اجهاد حراري؟ شوف الاجهاد الحراري هي اعراض يعني راح يحس فيها، يعني انه يحس بتعب، يحس بصداع، يحس بوهن لانه قاعد يفقد ماي، ويحس بلوعه وترجيع وشغلات هذه. اذا هو مثلا خلينا نقول ما انتبه لها واستمر قاعد يسوي رياضه او استمر مثلا هو تحت الشمس، راح يبتدي الوعي عنده راح يتغير. صحيح. يا انه يفقد وعيه او يبتدي يصير عنده نوع من التشويش، فالناس راح تلاحظ اذا في مع احد راح يلاحظ انه ما قاعد يتصرف بشكل طبيعي. صحيح. يبتدي يصير عصبي. فالشخص اللي وياه لازم عادي هو يكون ملم انه في شيء غلط قاعد يصير، خاصه هو يعني انه يكون بالمنطق انه اكيد في حراره وفي وضع يعني اكيد انه في شيء قاعد يصير منه من الحراره. صحيح. فهذا الشخص اللي وياه لازم يبتدي معاه الاي بي سيز، انه يوديه حق مكان بارد يحاول يعني هو شيئين مهمين، انه يبرد عليه يخفف عنه ملابسه. يعني عباره عن اسعافات اوليه، يعني الواحد اللي اذا اصابه اجهاد حراري وعرف او اللي حوله دروا انه هو في اجهاد حراري، شنو الاسعافات الاوليه اللي لازم الحين تصير عشان ينقذون الحاله؟ شلون يتم علاج الاجهاد الحراري بشكل عام اذا واحد اكتشف فيه؟ الاسعافات الاوليه انه اول شيء هي يعني الفائده من الاسعافات الاوليه شيئين، يبردون عليه ويعطونه ماي. ابرد عليه شلون؟ انا اشيله من مكان الشمس اوديه حق ظلال، واذا كان مكان داخل وفي تكييف يكون افضل. اخفف عنه ملابسه.
احط ماي عليه واحاول ان انا اهفه علشان يصير نفس التعرق، يعني اساعد عميد التبخير عشان الحراره تروح عنه. اذا هو ما كان واصل مرحله الاغماء اعطيه ماي، بس اذا هو مثلا مغمى عليه او يعني يحاولون يصحصحونه يعطوه يعني جرعات ماي بسيطه. اذا كلش ماكو فايده ويعني هو مغمى عليه يبتدون يتصلون اقرب مركز طبي يحاولونه حقي عشان يعطونه بالوريد، المحاليل الوريديه على اساس انه يصحى. ممتاز. اذا كان واصل لضربه شمس هذه بعد هذه حاله طارئه لازم توصل للمستشفى يعني. هناك يبتدون بالعلاج. العلاج يعني اهم شيء انهم يخفضون درجه الحراره، يحطون الايس باكس اللي هو خنظمة قطع الثلج خاصة في أماكن الرقبة تحت اليد علشان يخفضون درجة الحرارة. وطبعا يسوون تقييم حق الحالة ويشوفون هل محتاج، هل ما زالت الأعضاء شغالة ولا الأعضاء وقفت، ممكن يحتاج إلى العناية المركزة. يعني ممتاز. كلام جميل. ممتاز. واتمنى ان كل المتابعين والمشاهدين وصلت لهم الرساله شنو الجهاز الحراري وكيف يتم علاجه وانهم يهتمون بصحتهم بشكل عام. كل الشكر لك دكتوره شيخه الفجام اختصاصي صحه مهنيه على وجودك معنا. كل الشكر لك دكتوره شيخه على وجودك معنا وعلى المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها في هذا الجو. مشاهدينا خل نروح فاصل ونرجع لكم.